مشاهدينا الكرام، أهلا بكم. هذه جولة جديدة في أخبار عدد من المحافظات، والبداية مع العناوين. عودة رحلات الطيران المدني بين بورسعيد والقاهرة بعد عامين من التوقف. وزير المرافق يقول إن مشاكل المياه والصرف الصحي في مصر ستنتهي بحلول عام 2020. وزير الأوقاف يوقع مع محافظ المنيا بروتوكول تعاون لتنفيذ عدد من مشروعات التنمية العمرانية والعقارية. نجدد لحضراتكم التحية، والبداية من محافظة بورسعيد، حيث تم افتتاح وتشغيل مطار بورسعيد، والذي استقبل اليوم أول رحلة جوية وصلت من محافظة القاهرة. وقال محافظ بورسعيد اللواء أحمد عبد الله إن المطار سيعمل قريبا في رحلات لمدن الأقصر وأسوان وشرم الشيخ، ورحلات إلى الأراضي المقدسة للحج والعمرة، إضافة إلى عقد اتفاقيات خلال الأيام القادمة لفتح خطوط جوية بين بورسعيد وأنطاليا بتركيا وبيروت بلبنان. مطار بورسعيد منذ أن كلفت في 2011 كان من ضمن أولوياتي، وبدأنا خطوات واستقدمنا شركة إكسبريس بدأت العمل في شهر سبتمبر 2011، ولكن ظروف النكبة التي حلت بنا في بورسعيد وهي حادثة الاستاد توقف الخط، ولكن لم يتوقف الأمل. هذا أمل لأهل بورسعيد، ولا بد أن نجاهد. وفي شأن آخر، أعلن اللواء أحمد عبد الله محافظ بورسعيد أنه تم انتداب 4 مستشارين لقاضي التحقيقات في الأحداث الأخيرة التي شهدتها المحافظة. وأكد المحافظ صدور قرار رسمي من رئيس الجمهورية باعتبار ضحايا تلك الأحداث من شهداء الثورة. معنا عبر الهاتف الصحفي أحمد الجمال من بورسعيد. يعني أحمد، أطلعنا كيف هو المشهد لديك الآن في المحافظة وأصداء إعلان. يبدو أننا فقدنا الاتصال بالصحفي أحمد الجمال من بورسعيد. في شأن آخر، قال عبد القوي خليفة وزير مرافق مياه الشرب والصرف الصحي، قال إن مشاكل المياه والصرف الصحي في مصر ستنتهي بحلول عام 2020. وأوضح الوزير خلال زيارته لمحافظة جنوب سيناء لافتتاح عدة محطات لتحلية مياه الشرب، أوضح أن مشاكل الصرف الصحي والمياه على مستوى الجمهورية تحتاج إلى 80 مليار جنيه لحلها. في محافظة المنيا، وقع الدكتور طلعت عفيفي وزير الأوقاف والدكتور مصطفى كامل عيسى محافظ المنيا وقعا بروتوكول تعاون لتنفيذ عدد من مشروعات التنمية العمرانية والعقارية. وقال الوزير إن هناك خطة جادة لتوظيف الموارد المالية للوزارة للإنفاق منها على المشاريع الخدمية والتنموية المفيدة للمواطنين، والتي تساهم في تحسين الصورة الذهنية للمواطن عن أموال الوقف، إضافة إلى الإنفاق على الأعمال الدعوية. وتشمل زيارة وزير الأوقاف التي تمتد على مدار يومين لقاء مع الدعاة والقيادات والرموز الدينية، إضافة إلى تفقده مشروع مساكن مقوصة الذي نفذته هيئة الأوقاف. في محافظة المنيا، قال المحافظ الدكتور مصطفى كامل عيسى إنه تم الاتفاق خلال اجتماع رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء مؤخرا مع محافظي الصعيد، تم الاتفاق على إنشاء مدينة جديدة غرب المنيا وإنشاء ممر للتنمية لربط المحافظة بمنطقة الواحات البحرية. وكان المحافظ قد وضع إكليلا من الزهور على النصب التذكاري للشهيد في ذكرى اليوم الوطني للمحافظة، حيث أكد أيضا وجود خطة لاستقبال عدد من المشروعات الاستثمارية في المحافظة تبلغ قيمتها 10 مليار جنيه. معنا من المنيا حسن عبد الغفار الصحفي. حسن، أطلعنا على هذه التفاصيل، هذا المشروع الخاص بتنمية محافظة المنيا والذي أعلن عنه المحافظ اليوم. بالفعل الدكتور مصطفى كامل عيسى محافظ المنيا كان قد اعلن اليوم اثناء وضعه اكليلا من الزهور على قبر الشهداء
أنه خلال الاجتماع الذي جمع بينه وبين الرئيس محمد مرسي خلال زيارته لمحافظة سوهاج، أكد أن هناك مشروعات كبيرة لتنمية الصعيد، ومن ضمن هذه المشروعات تحظى محافظة المنيا بعدد كبير من المشروعات تبلغ قيمتها 10 مليارات جنيه. أكد أن من بين هذه المشروعات هو إنشاء مدينة جديدة تسمى مدينة المنيا الجديدة غرب مدينة المنيا على الطريق الصحراوي الغربي بتكلفة تقدر ب 14 مليار جنيه. أيضا أكد أن هناك مشروع تنموي آخر، وهو إنشاء ممر تنموي يربط بين مركز بني مزار وهو في شمال مدينة المنيا بالواحات البحرية، وذلك لإنشاء عدد كبير من المدن على هذا الطريق، وجعله ممرا تنمويا تمر فيه الحافلات، ويعد ربطا جديدا للمحافظة المغلقة منذ عدة سنوات. أيضا أكد المحافظ أن هناك عدد كبير من المشروعات سوف يتم الإعلان عنها لاحقا، من بين هذه المشروعات سوف تكون في خدمة شباب المحافظة، وسوف تقضي على البطالة داخل المحافظة، وسوف تعود بالنفع على جميع أبناء المحافظة، ويشعرون أن هناك عملا جديا قد تم خلال الفترة الماضية. نعم حسن، وزير الأوقاف والدكتور مصطفى كامل عيسى محافظ المنيا وقع أيضا بروتوكول تعاون لتنفيذ عدد من مشروعات التنمية العمرانية، ماذا لديك في هذا الشأن؟ وبالفعل كانت محافظة المنيا النهاردة قد شاهدت وزير التعليم العالي ووزير الأوقاف، ولكن ما استوقفنا هو وزير الأوقاف نظرا للإعلان عن عدد أيضا من المشروعات التنموية والاستثمارية وتوقيع بروتوكول تعاون بين محافظة المنيا ووزارة الأوقاف من خلال إنشاء عدد كبير من المدن وضخ كميات من الأموال داخل المحافظة لاستثمارها في الجانب العقاري، وذلك للحد من مشروعات الإسكان المتوقفة والتي لا تزال متوقفة داخل المحافظة. أيضا أكدوا خلال توقيع البروتوكول أن هذه الأعمال الإنشائية التي سيتم ضخها وهي عبارة عن 10 مشروعات سوف يتم دراستها كما أكد محافظ المنيا، وسوف يتم البدء بأولويات الاحتياجات داخل المحافظة. وأكد أيضا المحافظ أن هذه الأعمال الإنشائية التي تحتاجها المحافظة من هذا البروتوكول تقدر بمليارات الجنيهات، والتي أكد عليها وزير الأوقاف أنه سوف يقوم باستثمار أموال الأوقاف في هذا العمل العقاري وأيضا بجانبه العمل الدعوي. الصحفي حسن عبد الغفار كنت معنا عبر الهاتف من المنيا، شكرا جزيلا لك. وفي محافظة الإسماعيلية عقد وزير الرياضة مؤتمرا صحفيا مع إدارة النادي الإسماعيلي والمحافظ، قرر خلاله الوزير تقديم دعم مالي للنادي الإسماعيلي قدره 16 مليون جنيه لإنشاء نادي اجتماعي. معنا من الإسماعيلية الصحفي محمد يسري. محمد، أطلعنا على ما أبرز ما قام به وزير الرياضة خلال هذه الجولة في محافظة الإسماعيلية. نعم، خلال هذه الجولة تم عقد لقائها مع أعضاء ومجلس إدارة النادي الإسماعيلي وبعض مشجعي الفريق، وتم خلال هذا اللقاء التأكيد على أنه سيتم البدء في إنشاء النادي الاجتماعي للنادي الإسماعيلي بمنطقة نادي النخيل، وأنه سيتم اعتماد نحو 12 مليون جنيه لتنفيذ هذا النادي وإقامته. وأيضا تضمن اللقاء التأكيد من جانب وزير الشباب والرياضة على أهمية النادي الإسماعيلي ودوره في خدمة الرياضة باعتباره أحد الأندية الكبرى
ومن الأندية التي تنافس في البطولات المحلية والعربية، أيضا طالب وشدد على ضرورة سرعة الانتهاء من إقامة المول التجاري الخاص بالنادي الإسماعيلي، وذلك في محاولة لتوفير موارد مالية جديدة للنادي يستطيع من خلالها توفير النفقات الخاصة به دون الاعتماد على أي مصادر أخرى. نعم، وماذا عن الخطة الخاصة بإنشاء نادي اجتماعي في الإسماعيلية؟ هل هناك مدى زمني لإنشاء هذا النادي؟ لم تحدد أو لم يحدد المدى، ولكن هناك خطة وضعها مجلس إدارة النادي الإسماعيلي الحالي لإقامة هذا النادي الاجتماعي، وهو سيكون أول نادي اجتماعي خاص بالنادي الإسماعيلي يتم إقامته. الصحفي يسري محمد كنت معنا عبر الهاتف من الإسماعيلية، شكرا جزيلا لك. في محافظة الإسماعيلية أيضا دخل أعضاء اتحاد حملة المؤهلات العليا العاملين بقناة السويس، دخلوا في اعتصام مفتوح داخل المبنى الرئيسي لإدارة القناة بمدينة الإسماعيلية بسبب ما وصفوه بمماطلة إدارة القناة في تسوية مؤهلاتهم الدراسية أسوة بما تم في كل المصالح الحكومية الأخرى. وقال العاملون إنهم لجأوا للاعتصام بعد فشل اللجنة التي قام بتشكيلها الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس وصولا إلى أي حل للأزمة. معنا عبر الهاتف السيد محمد حسني وهو أحد العاملين المحتجين في الإسماعيلية. بداية سيد حسني، كم عددكم وما هي أسباب تأخر الهيئة في تسوية الوضع الوظيفي الخاص بكم؟ سيد حسني هل أنت معي؟ يبدو أننا فقدنا الاتصال، إذا نتواصل في هذه الجولة في المحافظات المصرية ونتحول إلى محافظة المنوفية، حيث قضت محكمة شبين الكوم بإخلاء سبيل 38 من شباب الألتروس، وطلبت الجامعة بكفالة قدرها 1000 جنيه على خلفية أحداث محكمة شبين الكوم التي وقعت الأسبوع الماضي. وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين تهم سب وقصف وزير الداخلية وإشعال النيران عمدا في مبنى محكمة شبين الكوم واستعمال القوة ضد موظفين عموميين. معنا عبر الهاتف الصحفي محمود الحصري من المنوفية. يعني محمود، أطلعنا على تفاصيل المشهد الآن بعد حكم محكمة شبين الكوم بإخلاء سبيل 38 من شباب الألتراس في المحافظة. نعم، الهدوء عاد من جديد لمدينة شبين الكوم بعد تجديدات أمنية استمرت نحو الأسبوع خوفا من تظاهرات جديدة للألتراس أهلاوي. اليوم محكمة شبين الكوم الجزئية قضت بقبول الاستئناف المقدم من المتهمين 38 من شباب الألتراس وعدد من طلبة كلية علوم جامعة بنها وكذلك عضوين من حركة 6 أبريل المستقلة. قضت المحكمة بإخلاء سبيلهم جميع المتهمين بكفالة مالية 2000 جنيه على خلفية أحداث الأربعاء الماضي، الاشتباكات التي اندلعت بين شباب الألتراس وقوات الأمن. اليوم فوجئ المحامون بقرار من المحامي العام لنيابات شبين الكوم بنقل الجلسة جلسة الاستئناف من مقر المحكمة إلى سجن شبين الكوم. أيضا اشتكى أهالي لماذا كان هذا القرار؟ نعم، لماذا كان هذا القرار؟ القرار صدر للتوعية أمنية، أكد مصدر أمني أنه تم بالتنسيق مع المحامي العام بين مديرية أمن المنوفية وبين المحامي العام لوجود تجمهر من عدد من القوى الشبابية والثورية بالمحافظة أمام المحكمة، وتم على إثرها نقل المحاكمة إلى سجن شبين الكوم. نعم، يعني محمود، قرار المحكمة بإخلاء سبيل يعني هؤلاء الشباب سواء من الألتراس أو طلبة الجامعة، هل يعتبر ذلك حكما بالبراءة؟ هو إخلاء سبيل على ذمة القضايا المنظورة أمام المحاكم، ولكنه حكم مريح بالنسبة للأمن وكذلك بالنسبة لأهالي المقبوض عليه. نعم، الصحفي محمود الحصري كنت معنا من محافظة المنوفية، شكرا جزيلا لك.
من محافظة المنوفية إلى محافظة الغربية، حيث حاصر الآلاف من أهالي قرية محلة زياد نقطة شرطة القرية مساء اليوم في محاولة منهم لاقتحام المبنى والفتك بمسجل خطر حاول اختطاف فتاة من إحدى عائلات القرية. وفي الغربية أيضا انتظمت حركة القطارات بمدينة المحلة الكبرى بعد تدخل عدد من الأهالي لإقناع سائقين محتجين على نقص السولار بإعادة فتح السكك الحديدية. من جانبه قال محافظ الغربية المستشار محمد عبد القادر إنه تم ضخ نحو 150 ألف لتر سولار في محطات الوقود بمدينة المحلة، وذلك بهدف المساعدة في حل الأزمة، كما تم توفير حراسات خاصة داخل محطات الوقود. مصطفى العزب، مصطفى سوام المحل، سوام مصر بتحمل ب 25 جنيه. طب استنى، واقفين عشان الجاز من امبارح، ولا حد عبرنا ولا حد قال لنا حاجه، وطلع في التلفزيون قال لك ده برشوات بلطجيه واخدين فلوس من حمدي الفخراني. خلاص ورديتهم وطلعوا وقفوا، واقفين ولا حد عبرنا ولا حد عمل. مدير الامن، مدير الامن ضربناهم عشان ما يركبوش على مدير الامن امبارح بيكلم قائد المرور بيقول له خلوهم يعملوا الاجره بجنيه عشان ندبح في الناس والناس تدبح فينا. واقفين ولا حد عبرنا. كل ما طالبنا الجاز بس احنا ما قلناش ولا نزود اجره ولا قلنا اي حاجه، احنا كل ما طالبنا الجاز. بتوع مصر 25 جنيه النفر، 25 في 14 شوف بكام راي. يعني مفيش جاز، مفيش، ما جابوش اي كميات الجاز اللي بيجي، الحراميه اللي بياخدوه البلطجيه والحكومه كلهم عارفه. الشركه بتبيع ب 50 جنيه في البنزين، انما تلاقي واحد كده في جنب بيبيع لك الشركه ب 50 جنيه، بيبيعهم جوه البنزين. وتلاقي واحد داخل ببندقيه، وتلاقي واحد داخل ببندقيه مالي فنطاس 1000 لتر، وانت واقف مش عارف تملى 20 لتر، تعمل ايه؟ احنا عايزين حمايه للجاز. العربيه بتفول في اليوم ب 100 جنيه، العربيه بتجيب كام 100 جنيه بقى في اليوم؟ ماهر بيلم ورق وربنا. يعني عايزين حمايه للجاز بس، احنا ما نتكلمش على الاجره. كل ما طالبنا الجاز وتامن الجاز، وتامن الجاز. ولمزيد من المتابعة معي عبر الهاتف من محافظة الغربية الصحفي محمد عوف. محمد، أبدأ معك بالمشهد في مدينة المحلة الكبرى، هل انتظمت بالفعل حركة القطارات وانتظمت الحركة المرورية بشكل عام في المدينة؟ يعني فيما يتعلق بحركة القطارات هي انتظمت بالفعل، ويعني انتظمت بعد يعني قيام عدد من الأهالي بإقناع الصائقين لقبض اعتصامهم على قدام السكة الحديدية بعد أن قاموا صباح اليوم بوضع كتل خشبية على قدام السكة الحديدية، وتدخل بعض الأهالي لإقناعهم، وتم بالفعل إعادة حركة السكة الحديدية بتبعتها. لكن حتى الآن ما تزال حركة المرور متوقفة بين المدينة والمدن الأخرى المجاورة مثل مدينة طنطا وثمنود والمنصورة، أي نهايات هذا نتيجة تكدس السيارات وخصوصا الميكروبات وإيقاف هذه السيارات بالعرض. تسببت هذه الأزمة حتى الآن في تعطل الموظفين والطلاب عن توجه لمصالحهم، وأيضا استغل بعض السائقين الفرصة لتوصيل الركاب مقابل زيادة زيادة مضاعفة في الأجرة. أيضا يعني يتم الآن يعني تحويل مسار السيارات إلى الطرق الأخرى الفرعية حلا لهذه الأزمة. يعني البارز اليوم هو وجود تبادل اتهامات بين أمانة حزب الحرية العدالة في المحلة ومحافظة الغربية، حيث تم يعني أصدرت أمانة الحزب اليوم بيان اتهم فيه محافظة الغربية المستشار محمد عبد القادر ومدير الأمن بالتفاعص عن أداء دورهما وتخاذلهما لعدم اتخاذهما أي إجراءات عملية لحل هذه الأزمة، وأكدوا أن هناك بعض البلطجيه الذين يسيطرون على المحطات. وكان هناك لقاء من المفروض أن يكون قد تم اليوم بين وفد من الأمانة أمانة الحزب واللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية لعرض الموقف قانونا في المحلة. وأيضا لكن المحافظة الغربية من جانبه أكد للجزيرة مواشي مصر أنه يعني انتقد هذا البيان أولا، وقال أنه تم توزيع أكثر من 77 ألف لتر سولار في بعض محطات الوقود على أطراف مدينة المحلة لقضاء على هذه الأزمة. وأيضا هناك نحو 150 ألف لتر تم ضخها بالفعل اليوم، وهي في اتجاه هذه السيارات إلى المحلة.
للمحطات المشغولة بداخل المدينة، وهذا يفوق بكثير احتياجات المدينة من الوقود. وأنه أيضا أكد أنه تم التنسيق مع مدير الأمن الغربية اللواء حاتم عثمان لتوفير حراسات خاصة داخل المحطات ولمنع تجار السوق السوداء، وهناك تواصل مع بعض السائقين أيضا لضمان وصول الكمية إلى مستحقيها. المحافظ أكد أخيرا أنه أن يعني حركة المواصلات أكد على أنها خصوصا حركة المواصلات انتظمت تماما، ويعني هذا هو مجمل ما تم اليوم. نعم. نعم محمد، ماذا عن المشهد في قرية محلة زياد؟ هل لازال أهالي هذه القرية يحاصرون نقطة شرطة القرية؟ ما زال بالفعل حتى الآن يعني عدد كبير من الأهالي يعني يصل إلى الآلاف من في قرية محلة زياد التابعة لمركز شرطة سمنود، مركز سمنود، هم الآن يحاصرون نقطة الشرطة بسبب يعني ضبط أو علمهم بضبط احد المتهمين اثناء سرقه احدى الشقق، وايضا حيث تم اقتراضه لنقطه الشرطه وفور علم الاهالي بوقائع حصروا النقطه على الفور محاولين اقتحام الشرطه للفتك بالمتهم، لكن الشرطه حالت دون تمكن الاهالي من ذلك، خصوصا مع تزايد اعداد الاهالي في محيط النقطه، وتم الدفع منذ قليل بتشكيلات امنيه اضافيه لتامين النقطه، وتردد أن المتهم الذي تم ضبطه أيضا يعني هو متهم في قضايا اغتصاب سابقة ومقابل الفدية، ولديه معلومات بشأن بعض المتهمين الآخرين الذين ما زالوا هاربين. هذه هي يعني يشير إلى أن هذه هي الوقعة الثانية التي تحدث في قرية محل زياد اليوم، حيث أن كانت هناك وقعة مشابهة بالأمس، لكنها كانت وقعة تطورت إلى حد تعليق المتهمان بعد ان تم ضبطهما اثناء شغلهما في ايضا في وقعه سرقه. قام الاهالي بالامس بتعليقهم على شجره، وقاموا يعني انهالوا عليهم بالضرب حتى الموت. واليوم حاول الاهالي تكرار نفس السيناريو اليوم، لكن الشرطه يعني تصرف على الموقف سريعا وقامت باحتجاز المتهم في نقطه الشرطه لحين يعني حالته الى مركز الشرطه في سمنود. الصحفي محمد عوف كنت معنا من محافظة الغربية، شكرا جزيلا لك. في محافظة الأقصر انطلقت اليوم فعاليات مهرجان السينما الأفريقية بمشاركة 73 دولة إفريقية. شارك في الاحتفالية عدد من الفنانين والسينمائيين المصريين والأفارقة إلى جانب عدد من السفراء والكتاب والشخصيات العامة. وتتنافس مصر في هذا المهرجان ب16 فيلما من إجمالي 151 فيلما يخوضون هذه المنافسة. معنا من هناك الصحفي حجاج سلامة. حجاج، ما الجديد لديك حتى الآن فيما يتعلق بهذه الاحتفالية؟ هذه الاحتفالية كانت قد بدأت بكرنفال وسط النيل وفي ساحة معابد الكرنك الشهيرة، شارك فيه عدد كبير من نجوم مصر وفناني القارة السمراء. الآن وفي قصر ثقافة الأقصر بدأت عروض المهرجان والكلمات الافتتاحية بحضور الدكتور عزة سعد محافظ الأقصر والنجوم المشاركين والذين يتجاوز عددهم 20 فنانا من نجوم مصر بجانب العشرات من العاملين بقطاع السينما في القارة الإفريقية. الدكتور عزت سعد محافظ الأقصر في أشار إلى أن المهرجان يمثل أهمية كبيرة بالنسبة للتأكيد على أمن وأمان الأقصر واستقرار الأوضاع بها واستعدادها لاستقبال ضيوفها من سياح العالم بشكل طبيعي. أما كلمة وزير الثقافة التي وجهها إلى المؤتمر فقد أكد فيها حرص الوزارة والحكومة عموما على دعم العلاقات مع القارة الإفريقية، أشار إلى إرسال وفد من السينمائيين المصريين إلى أثيوبيا قريبا لإقامة ورشة عمل هناك في إطار تفعيل دور الثقافة في التقارب بين شعوب القارة السمراء. ولا تزال الكلمات تتوالى في حفل افتتاح العروض في الوقت الحالي. إذن يعني هذا المهرجان يأتي في سياق التبادل الثقافي بين مصر والدول القارة السمراء. ما هي أبرز الدول المشاركة في هذا المهرجان؟
هناك الكثير من الدول المشاركة، هم 37 دولة أفريقية، هناك أنغولا، هناك الجزائر، هناك بوركينا فاسو، هناك الكونغو، كينيا، هناك ليبيا، هناك جنوب السودان والسودان، هناك توجو والنيجر ونيجيريا وناميبيا والسنغال ومالي ومدغشقر وزيمبابوي وبنين وموريسيوس والكاميرون وتشاد وغانا وليبيريا وزامبيا وموزمبيق وغينيا وجنوب افريقيا. الكثير، عدد الدول المشاركه هي 37 دوله افريقيه بجانب مصر. هناك رموز كثيره من الفنانين الافارقه الذين يعملون خارج افريقيا، وعلى راسهم المخرج العالمي من اصل اثيوبي هايلي جريما، والذي يقود ورشه عمل كبيره يشارك فيها العشرات من شباب السينمائيين المصريين والافارقه، والذين سينتجون بالفعل 10 افلام خلال فتره انعقاد المؤتمر الذي ينتهي في 24 من شهر مارس الجاري. وسيتم عرض تلك الافلام التي سينتجها شباب الافارقه، وهي افلام قصيره مدتها 10 دقائق في اليوم الاخير من المهرجان. نعم حجاج، ينتهي المهرجان في 24 من مارس الجاري، كيف كانت استعدادات المحافظة لهذه الفعالية الفنية المهمة؟ المحافظة ارتدت بالفعل ثوبا جديدا وجميلا، تم رفع مستوى الخدمات وتجميل المدينة وإعادتها أو وضعها في صورة تتناسب وضيوفها من رواد وضيوف هذا المهرجان الذي يقام في دورته الثانية. هناك عروض سينمائية سوف تشهدها العديد من المناطق في الأقصر، هناك مركز شباب البعيرات، هناك قصر ثقافة الطارق في مدينة القرنة بجانب نادي التجديف وقصر الثقافة ومكتبة الأقصر العامة. جميع تلك المواقع سوف تشهد عروضا للأفلام المشاركة والتي تبلغ 151 فيلما. المهرجان شهد هذا العام ترجمة الأفلام الأفريقية المشاركة في المهرجان، لأول مرة تم ترجمتها إلى العربية حتى يتسنى للمشاهد والمتابع المصري أن يطلع على سينما القارة السمراء التي نحن جزء منها. الصحفي حجاج سلامة، كنت معنا عبر الهاتف من الأقصر، شكرا جزيلا لك. لازلنا في محافظات الصعيد المصري، هذه المرة محافظة سوهاج، حيث كشفت ندوة ثقافية أقامها قسم الإعلام بجامعة سوهاج عن تدهور الأخلاقيات الصحفية ومعايير المهنة الإعلامية بعد الثورة، حيث لعبت ما وصفها واتهم الحاضرون في الندوة الصحافة بأنها مارست دورا في تزييف الوعي وابتعدت عن رسالتها المحايدة في الفترة الماضية. ونبقى في محافظة سوهاج أيضا، إذ نظم عدد من طلاب وأساتذة الجامعة مسيرة طافت شوارع مدينة سوهاج، يتقدمهم في من دعوا المواطنين للحفاظ على البيئة من جميع أشكال التلوث. ووزعت المسيرة منشورات تحث الأهالي على التعامل بإيجابية مع قضية نظافة البيئة وترشيد السلوكيات المخالفة لذلك. معنا من سوهاج الصحفي طه الهوي. يعني طه، صف لنا هذه المسيرة وأجواءها الخاصة بتوعية السكان بضرورة الحفاظ على البيئة النظيفة. زميلة فاطمة، أحييك من محافظة سوهاج. بالفعل البيئة بمحافظة سوهاج أو العمل البيئي في حاجة إلى بذل المزيد من المجهودات من كافة أطياف المجتمع السوهاجي إرسال ثقافة البيئة أو لترسيخ ثقافة البيئة لدى المواطن السوهاجي للحفاظ على البيئة وإيجاد بيئة نظيفة مناسبة تماما معه. أساتذة كليات جامعة سوهاج وعددها 10 كليات نظموا مسيرة بمشاركة الطلبة والطالبات، تضمت أكثر من 1000 طالب وطالبة، جابت الحرم الجامعي بمدينة سوهاج، ثم انطلقت في الشوارع المحيطة بالجامعة رافعين أعلام الكليات المختلفة، مربيين الشعارات والهتافات المطالبة المواطن السوهاجي في كل مكان الاشتراك في مجهودات الحفاظ على البيئة وإيجاد بيئة سليمة نظيفة.
تسعد المواطن السوهاجي. معروف هنا بمحافظة سوهاج أن منظومة النظافة في حاجة للكثير، كما اعترف بذلك محافظ الإقليم الدكتور أحمد العظيم الذي قال لا توجد منظومة نظافة هنا بمحافظة سوهاج، ولذلك هناك خطط كثيرة للاستعانة بشركات نظافة ذات خبرة للقيام بعمل النظافة بمحافظة سوهاج. أعود لهذه المسيرة التي الحماس كان هو الغالب عليها من طلبة وطالبات الجامعة الذين أرادوا أن يرسلوا رسالة للمجتمع المحيط، للمواطنين، للسيدات، للأطفال، للمعلمين، للمعلمات، بأن يكترثوا بالعمل البيئي، بأن يقوموا كلهم جميعا بمشروعات نظافة في الشوارع المحيطة بالمساكن، بالمباني، بالبيوت، حتى يكون المواطن السوهاجي في كل مكان قدم ما عليه تجاه الحفاظ على البيئة. وليرسلوا برسالة من هنا من محافظة سوهاج لكل المحافظات بأن الشعب سوهاج شعب يحب البيئة، شعب يحافظ على منظمة البيئة. نتمنى أن تكون هذه الرسالة التي انطلقت من طلبة وطالبات وأساتذة جامعة سوهاج أن تكون قد وصلت لكل المواطنين السوهاجيين للمشاركة في الحفاظ على بيئتهم بمحافظة سوهاج. الصحفي طه الهوي، كنت معنا من محافظة سوهاج، أشكرك جزيل الشكر. في محافظة البحر الأحمر، وصل عمال وموظفو ميناء الغردقة البحري لليوم الثالث إضرابهم عن العمل والاعتصام داخل مكاتبهم للمطالبة بإعادة مدير الميناء اللواء طارق ياسين إلى منصبه. وأرسل العمال مذكرة لرئيس هيئة موانئ البحر الأحمر اللواء محمد عبد القادر جاب الله، مطالبين ومهددين بتصعيد وإغلاق الميناء. معنا عبر الهاتف هشام شاهين، المتحدث الإعلامي باسم موظفي ميناء الغردقة. يعني سيد هشام، بداية، ما هي أسباب تغيير مدير الميناء ولماذا تصرون على إعادته إلى منصبه؟ الأستاذ هشام شاهين. ألو. نعم تفضل، أنت معنا على الهواء. كنت أسألك عن أسباب تغيير مدير الميناء ولماذا تصرون على إعادته إلى منصبه من جديد. أولا بس أنا حابب أقول لحضرتك أن احنا حاليا في اجتماع مع لجنة بعثنا استدراك الهيئة، وبنناقش الأمر لسه، وبنناقش اعتصامنا هل يستمر، هل سنقوم بفض اعتصامنا متعليقه. فإحنا لسه حاليا في اجتماع، وأنا ممكن يعني لو حضرتك تواصل معايا بعد الاجتماع ممكن اقول لحضرتك احنا توصلنا لايه. اكيد ان شاء الله. طيب عموما الصوره، يعني الى ماذا تعتمدون في قراركم بشان فض الاعتصام او استمراره؟ بناء طبعا عن يعني اللي هينقله لنا اللجنه اللي بعتها سيد رئيس الهيئه، بناء على الكلام اللي هينقل على لسان سيد رئيس الهيئه مع هذه اللجنه هنقرر لاين سيذهب اعتصامنا. شكرا لك جزيل الشكر السيد هشام شاهين، المتحدث الإعلامي باسم موظفي ميناء الغردقة. وفي محافظة البحر الأحمر أيضا انطلقت اليوم مبادرة يوم في حب مصر، والتي تشرف على تنظيمها الإدارة العامة لشؤون البيئة بالبحر الأحمر، ويشارك فيها نحو 600 شاب وفتاة بهدف تجميل ونظافة الشوارع والميادين بمدينة الغردقة. كما تستهدف هذه المبادرة توصيل رسالة للسياح بأن مصر آمنة ولا يوجد بها ما يهدد الأفواج السياحية. معنا عبر الهاتف محمد عبد الجواد، مدير عام الإدارة العامة لشؤون البيئة بالبحر الأحمر. سيد محمد، تحية لك، وكيف جرى اليوم الأول من هذه المبادرة، وأيضا ما الهدف من تنظيمها؟ أهلا وسهلا. هو حضرتك المبادرة تمت النهاردة إن شاء الله في مدينة الغردقة. كان الهدف منها إن احنا عايزين ندي رسالة إن للمجتمع كله سواء الداخلي أو الخارجي في جميع دول العالم وفي محافظات جمهورية مصر العربية، إن زي ما في إيد بتخرب أو بترمي طوب أو بتحرق، إن في نفس الوقت برضه ناس بتعمر وتعمل حاجة تفيد. وده اللي إحنا فكرنا فيه عندنا في إدارة البيئة، إن إحنا قلنا ليه يعني إن كل واحد في مجال عمله يقدر يقدم حاجة للبلد اللي بينتمي إليها. فتبنينا الفكره بمعاونه وطبعا بمساعده السيد المحافظ والسيد الكتير العام، ومشاركه معانا جميع الفئات المجتمع، وتم عمل تنفيذ الفكره النهارده بان احنا اخترنا مجموعه من الاحياء
كبدايه وان شاء الله تستمر، ان احنا اخترنا مناطق وابتدينا فيها حمله نظافه بهدف ان احنا نوصل رساله ان احنا بلدنا امن وبلدنا يعني الناس عايزه تعمل حاجه تنظف البلد ضد العنف، وندي رساله للسياح ان مصر او الغردقه بلد امنه وان ما فيش خوف والناس تيجي وتشوف ان كلنا بنخاف على مجتمعنا وعلى بلدنا. نعم، اللواء محمد عبد الجواد مدير عام الإدارة العامة لشؤون البيئة بالبحر الأحمر كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة. مشاهدينا الكرام، وصلنا إلى ختام هذه الجولة في محافظات مصر، أشكر لحضراتكم طيب المتابعة والسلام عليكم.